Non, qu'est-ce que c'est? تحدثنا في العديد من المواضيع التي تهم العلاقة التونسية الفرنسية، وخاصة تنظيم الاجتماع القادم العالي المستوى على مستوى رئيسي الحكومتين، ولما لا يعني على مستوى رئيسي الدولتين، لانطلاق هذا معناها الجهاز الجديد للتعاون الثنائي على مستوى رئيسي الحكومتين قبل نهاية هذه السنة. فرنسا كانت دائما إلى جانب تونس في مجال الانتقال الديمقراطي، علاقة أيضا في المجال التعاون كمكثف في المجال الأمني، وفرنسا أيضا تدعم تونس في مكافحة محاربة الإرهاب، هذه الآفة التي تضرب كما تعلمون مع الأسف في كل مكان، وضربت أخيرا في تونس وضربت أيضا في بريطانيا. وتحدثنا في علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وطموح تونس لتعزيز هذه العلاقات.